الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، إن إله مهدي وحام هل كسي ودي دونا درسي جاني فقهها، وأنا جلستي أم فردي أفراد أم كذا وهمي إنه أم كذا شيء كذا إنه جلسات كيني أها فقه إنه كشيء كنتي سأحكمت فقه. ما كمان توحوا نقول دونا موضوع عن وحي كتر ما ندوناي حلويا قانو المياه بيه بيه يو اللي بيه وحلو ظهرة ولا سكون ضيف فيها ولا ظهرة قاتان سوما. ما كابل بيه هاس أيام نوعية ذي كليهين كوا لغو دهارة قادن كوا كوا لغو داهر كا لكن وحوغا مارك لغا هبوية استعمال كوا كوا لغو دهارة قادن كري وحبكو ترين يكو نجاس هو كو نجاسين بأغيب متنجس هو نجاس هو بي صدح دا قيب أفر دا قيب أي بيه وقيب سنة مركا واحد لنا أقسام المياه أقسام الإيه أقسام المياه بيها قيبه هودا بيها قيبه وتنقسم المياه بيه وحي وقيب سما إلى أربعة أقسام أفر قيبات بيه وقيب قيب سما بيها الاستعمال ياري أفر نوع أما أفر قيبات بين قلنا يعني طاهر كون نفته طاهر مطهر وحمد ظاهرة لاستعمالك وعادية وطاهر مطهر كوا طاهرة لاستعمالك رنا لكن وحوجا لقفي عنيا لقفي عنيا وطاهر كوا لفظ الطاهر غير مطهر لكن وحكو طهيرين حكو نظيفين حكو نظيفين يوم متنجس كوا نجاسوبي مركب نوع يد بيها أفر تاسعة أيام مدور قبل وحى وياه يدري لذا كوي مدي هذا آية القرآن تاعي هذا أحاديث تهيبة أيام وحي الاستول تاجي دونا أون تلمع ما كبد حندو ما هدي إلى هيرا وياه نوع وهر يقول إلى الطاهر المطهر الطاهر المطهر كو الطاهر كا إيه وحنا طهيرة أما الله قد ظهارة قادم كا واستعمالك رد ظهارة قادم شو بدك هو يسي سيجي كم يد شدي وح كم يد دي وح صورنا برا ظهارة كود ظهارة قادم شو ده شيء جنوا من حداس وهو كاسي أما نوع عاسي الماء وبيها المطلق بيك موعود بيك من ليري الباقي كوب باقي جاء على وصف خلقته صفدي لو أبوري التي صفدي خلقه الله عليها إبكو أبوري يعني سدي بيا لو أرك جري بيا هايان أونا مقعيك له لو بحنون لورن بيا عين كان بيا سدا مقضي بيا بيوت نظيفة وعادية وحس كبدري يوح كل درسمي يوح لو سوسي يدي مدنا آني جري وهو إساو مرلا بعد نقو شاقينا الماء وبيا المطلق اللغو مقعابي أما اللغو مقعابو الباقي مطلقو يعني إطلاقي بيدادين حولي بوضو موقتة مركي معنين يعني إطلاقي وحي اللغو وضعون يعني اللغو مقعابا الباقي اكو باقي اكو حدن يعني خمين سيدي ماركتي بي أهانتو دي على وصف خلقته سيدي اكو أبور مين التي سلوء خلقه الله عليها ايبكو أبوري ودي بي نمذو دي بونا حلا اسك بدل ولا يخرجه وآني كب حينين عن كونه أهان شهيسة ماء بيو مطلقا أو مطلقا بيه يعني بيه أون يعني كده حين تغيره دورسون أو كدورسون بدول مكثن ماشي أو بيه يالين أما يكون جيران أو مدبقا أي يالين أما يكون جيران تاسي آني وحبك البدلين أو بسبب التراب أما عيد يوحيا عن كاسا أو دي وحوغا كبدشي ها أنا كوب بدل من أو ضحلب أما ضحل فحل هذا مديرته بيه مدير كنا ما هنا حبيه في أرض الله شو هو يرجعين هو
أما بلو يحاير وحاسر أيال هذا بيوم كي قال لي جوجان ده مره بجامعة مره كرر كمره عرش أو حياة غيره ما أعرف تجيرش ولا كده ولا شو إسك يا جيرة وما وحنا ورطب عنا ووحي أبو إسك وحنا ضيفوا بيهم كده عرش ويانو بيها لو لحقوا مركا واحد لبني ولا يخرجه كسار مايو عن كونه ما المطلق اللي بيم بيؤيهم تغيره دورسون كي كدورسون ماني بدور مكثن ماشي أيالين أي فديان ماشي كل جيران أو كل راجعني وحبك بدل ما يسوع يعني ظاهر نمذج حبك بدل ما يسوع أو بصوب التراب أما ماشي أي جوعان أي بيهاسي ذي عيد يبارك بس يوحان كاسة أو إلى ذي ماشي عسي وحبك بدل ما جرت أو بيهودي بس كأهانيا أو دخلوا بين أما دخلوا كاسة وحبها مدارها وحبيها كل حدرش دخلوا واحد ويسوى لقوم علينا وهو شيء وشيء أخضر أو أخطر ها بحجرينا يعلو الماء وبيها دشوا الصغير دول مرة من دور المكف بيها وقل ماشي يا درتين أو تغيره أما دور صوم أي كل دور صومين بسبب مقره ماشي أي كل جيران ماشي كل جيران دور صوم أي كل دور صومين أو ممره أما ماشي صومريين لاكتي أي صومريين بيه ويرى دور صومين مقرن كوجوده في أرض كبريتية وحابة ماشى عصام مريني أيلا هاي مير معدن أو كله كبريت كبريت وحابة هذا نوع أن أنواع المعدن تكمل ذا أيلا هذا داي و هذا اللي جه له وحيابها أفكر لو قلها أنت إنك هو كم كنت هاي لكن نوع أنواع تكمل ذا معدن تبويا أو لقسم أيه وحيابها مارت ما يقدرها أيه وحيابها سلقسم أيه أو مذبك بيهاس وحوقها كبدلك أو مروره عليها أما هو يبصوا دول مرين يعني بيه لو واحد جو ماشي يكون جيران أيام من معدن نوع معدن تاس عن شيء يعني ما هي عيسى أيام ماشي يكون جيران أي لا ضحي أما ماشي بيها لكي ما دين أصل كود صوم مرين هي معدن تعين كاسة وذلك لتعذر صون الماء عن ذلك وحد تاس دب نقول حد إن لا إله هذا بيها حلقة إلاري بمعنى ماشي جو كان بيه يل ciidan ama doobada meesha ay leedahay ama wax weeyaan meesha ay ka soo burqadeen ay soo mareen waxyaabaha ay soo mareen ciidahaasi hadda ciid nooc gaar oo la ay tahay in de nooc maad inta kamid ah ay leedahay meeshaasi midabka ay waxaas u sameeyaan waxa ka bedeli maysa biyaha daahirnimadooda taama soconaan waa taas yani biyaha hadda meesha gelin ku raageen hadday ku raageen ama wax weeyaan بور بور يروح يلعب عن كاسة يقدر سمين أما وحيلها سواح يكبر دلي يعني ما جرت بيها سما ضيفت وداس إيس كهانية وياي مركها هذا بوح لين والأصل في ظهورية الماء المطلق السلك وح بيها ماء المطلق ليه السلك أصل كودا وح أدري يعني والأصل في ظهورية الماء المطلق بيها ماء المطلق أما قيمة ماء المطلق ليه طاهر نماذج إذا وحو أصلا أما الدليل حديث كان إمام البخاري أو صوصاري ولقوا لي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنه قام أعرابي نمبا كعي نم أيا كعي وفبارا وكوكاتشي في المسجد مساجدك قيب كمير وكوكاتشي مساجدك فقام وكعي ثم هو يسكت تاري إليه السجع الناس وضدك با يسكت تاري يعني وركبا صوكعي وهالكعي مدسين ماشي إيه دهلي مساجد كنا نقول وها مركز عيد يوحاس وسكا هذا بطاح يوحاس وها ما هين ولا جوجلنا ما هين ولا مرمر يوحاي لما يجي الوقت يا مسكين هنا اللي عليه سلام وسلام مركز فقام إليه الناس طب حديثه وياعي ليقعوا به سائل ماشى وإريان فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول حيلي دعوه واسك داية دعوه كتجا وهريق كشبة على بوله كاذيسة سج سجلا من ما بلد بيا كشبة أو ذنوبا من ماء مد دولس بيئة كشبة فإنما إن كرم ما هنا بعثت محرم ليس وصاري هذا المسلمين تهين ميسرين قوة وحفظ دائية ولم تبعثوا لني مس وصاري معسرين قوة وحد كيية أنا ذات قوة وحد كيسين لأني مس وصارين ننك الإسكت دائية كالي ديسا إسكت لما يستو حكمة النبي عليه الصلاة والسلام لو حيا هي يهدين لو عرر لها ذاك أرض بيسولن لها فلو بذب ورد سيني جاسين لها عافي ماذا هنا الدبات إنه جاي مهتاب لغاية بلها مرك أنا دائما جاهلني ما أقيسه، وبرضه أسكت لما يسمعني، وكذي يبالي. بدل نوع حويه ماشي وبيسأو شو،
مركز ساد دول خلاص ظاهرة يو دي حكى لك جرنايا حكى له الجرنايا بيها لو شوي تبيه مطلقة هنا هاي منو إيه وح لو ظاهرة نيجي مركو يدا وهاش الشركة دي سكر ما يستنا والله يرى مساجد إلهي هريم هانو كره وما هبونه لو ما نصنعين كرو يا رجال سيروا في عمبوني وشاجي مركز سؤال يا دي أخلاق دي النبي يسود وحوشاجي نكى وقف الحين مركز اللي يقعوا به لا أركيسين وحويه وحلو جدا ليزجروه سيوجز زجريان سيوجز عريان سيوجز عريان بالقول هذا أو الفعل ما سكر دمبا يكره توران هذا لو جا عريان وهذا كمش إلى دين أما ده أي سكر دمبا كتوران ماشى سجلن تاسنا دلون ودولس ملأ بالماء وبي لقب وحي ومثله الذنوب ذنوب كنا ولا ميدون بلدي أما دولس أما دولس على الأرض مو يعني لو ذكرنا يه بل كاد وحوجا أما قالوا إنك أما هي جداه يغير بقاس ما ركت يا رجل أنت لقطه حرق لو يحدا بهاش الداسد يوحاس بقاس دي خير كل كنا دي لقى سود دولس تاعه فاس ويا مركن دولس كأنه دل ويا الشيء جينا فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى أمر مركا بإراقة الماء إن ما ركت بيا لوشبو على مكان البول ماشي بيها ها ها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك وأمري بإراقة الماء بيئن لغشه على مكان البول ماشي بيها دليل دليل وحبطه أنه فيه خاصية التطهير أنه فيه أي في الماء بيها بيها كان لغشه ماشا إن لهايان خاصية التطهير خاصية التطهير سيدي أي وحبطه هنا ينو بيه ماء مطلقة وأنا وحبائي إن إسكب بدلين إن هايان أي مكان لقد فايدي سنية أما أرنت أي شيء قيسا قيبتا مكان ماء المطلقة ويا وبيه صدع أها معنا وحوي وحلا وحماركتي ديبه هو قادي أما وحس بدله هو كل عين وأنا كأهين يسبدلك مذبك عرضا أي كل جيران إيو حيابا عن كاسين وحوغا مذب ويرشو تاسوا ميل أما حيابا ماركتي مدير بيوت كاس عن شيئنا إيو كوا أمويا وحقل أو دباطاء مجريسة مركز مركا وحيابها سمعنا وحنو جيدا واحد باتون وقيسنة يعني مجرتو ماشا انجوغان ايو ماشا يصومرين ايو ماشا وحيابها الى اي احرادة موحيدة مذب كيدا ايو حاسي وحبقوا بمن مايان تن لبادي وحوين الظاهر المطهر وقوة ظاهرة مطهر نوع واحد ظاهرة المكروه لكن لكراهيستي لكراهيستي ده وحلقة وضع وقوة ان كهبونين ان لا استعماره وهو كواسي الماء المشمس وبيه كرولاضي ويان بيه كرولاضي ويان الذي كواسو سخنته الشمس بيه عدد أي كروليسي بيطلقوا كروليه معها وبيه قرحد أي كروليسي ويان وكريل نقضي ويان ميرها قرحد أي دقاء كروشاي أو كليه هذا كرولاضان بيهاس وكراهه استعمال كود ويسترد وحلو شرطيه لكراهيته كراهي النمذي ذا إنا الاستعمال كريم إنا يعني إنا الاستعمال إنا في عين وحلو شرطية ثلاثة شروط صدح شرطية يا جرا وهي كواسنا وحوي أن يكون ببلاد حارة ماشى بيها نعداد ويكون ليس وإنيهين دول بلاد كرول وإني تهرت ماشى وضم كرول أن يكون موضوعا بأوان منطبعة وإن بيها يكون جيران بأوان ويرل موضوعا يعني وإن يكون جيران بيو بأوان وير منطبعة أو لغو داهاي مقارا أما مارك لغو داري معدن أوكلي وح معدن لغو داري غير الذهب والفضة معدن تاسونا أهين ذهب إيو العق أنا أهين فضة يعني أنا أهين فضة وحويا و قالوا يقانا ومالين يدف الذهب كأي نوع في الضوء الله يقال لبضاس أنا أهين ويرى لبضاس اللي قسمي سيدا كالحديد حديد أو كري حديد ك وهي راهن براحة اللي قسمي ويان يعني حديدكو والنحاس إي برونس إي وحاس حديد كان دوان نوع يضان أيران كأي وحاس وكل معدن إي معدن كسو قابل للطرق أقبلي كارتئن بلا ضبي وحال قريب لا لقراءك كواس ويرش اللي جسمي هذي بيو كرولادان إن لا استعماله ولا جف في عن يهوي أن يكون استعماله تصدح نحوي استعمال كيسو
في البدن جلك الله استعماله لآدمي آدمي ولو ميت النهاء هذا أو حيوان أما حيوان لو الله استعماله هذا حيوان لو شبيائي لو مليائي لو ورابيائي وحصولا يلحقه البرس هنا أي أكين كرت البرس كالخيلي صدا فردها معناها حيوان كل شيء كشوفيد بيها لو شوية أما لو قبوجين يا أما لو فردها أو كرئي إن حتى يعني هو شيء يا مثال ك بني آدم استعمال كيس هدو نولي هي هدو يو أي هدو ما يديها بالي يا جا أما حيوان لو استعمال بيها كان أو حيوان لو شوية أما لو ما لو ما يرو أو كرئي ما كا بيها كل كود أسي وحي كان كلام بالي حنو نجر كو كان كلام تاوا إنه دو نختار شيء كان حتى نختار بلادين ومجرد ما كان نختار دي يدوب كي وقت جي وحي قانة علماء من كتب تلقوري شيء جي وحي له ذين بيها عدة هو كل هذا وحلا جي يابا إنه سواق إنه غدان جرك على عدان كود برص وحاس أي كانان حتى وين ده هل في هم والله هذا ما لنا يو عقدان هدي أر عدة هو كل هذا ما في بروح حلا جتبه والله شيء يعني آخر كما يبها ما لك تسواها كان كرا كانسر كي محي وان وان مغرهم تبع كم مغرهم إيه ما رأي القرآن ترى ولا كشة شيء يعني كل تاسي إن واحد أطلع طبت علم أقول له أطلع أو ده فسألوا أهل ذكر كنت ولا تعلمون طب ك باب ولا علم أقول له باب وحكة شيء كذا نقل الشافعي الإمام الشافعي حسوق جوري رحمه الله تعالى إلى هون حريسته عن عمر رضي الله عنه عمر روح كشة كوش شيء أنه عمر كان إنه يكره متكره يستا الاغتسال به بياه كل العضي إنه كو كم يده بياه كل العضي عده كل العضي معه وقال وحولي ولا أكره من نعه الماء المشمس بياه كل العضي عده كل العضي إلا من جهة الدب دينا عن أختر منه حق هلثوي أما عثمار هانم بارلون عاي وحكر لون عاي مجر ثم روى أنه يورث وإنه دحلسيه البرسة برس إنه دحلسيه قفك بمعنى إنه برس أكيني كرو دحنونك على عضان كأنه أكيني كرو أي سكين بروبلمس إنه أكيني كران أي ماركتي للشيغي وذلك أرنكني لأن الشمس عدعاده بحدتها كليل كذا ما فلاره هذا تفصل ويكسو عضابة لديه منه زهومة بيها ويكسو عضا زهومة وح أو تعلو الماء بيها الدل dul hay haa iyo dul joogo on ee la garanaynin oo yaan ku biyaha ku dheehan fa in laaqatil badana marka waxaas hadii ay marka ee biyihi ay sidaas ura kulmaan jirki bisukhunatiha kulaylki cadceeda amkana wax dhici karta anta durra bihi inay biyahaasi ay marka dhibaan oo fatuwarithahu albaras marka ay barasi waxaas xanuunno u keento wuxuu marad waa maradkaasi yusibul jilda jirka ku dhaca marka biyahani يعني واحد كسر ضو ضوبي كرتان معناه هو ده إيه واحد كده جاي يهين بيع العاد كوكور ولا هذا ولا جف يعني هنا جرهان لو استعماره يعبتان ده جرهان لو استعماره يعبتان عبتان ده بيع كرو عبتان بقو تري مايا كل دين ده لما كوه خصت مويا ودين نفط ومارت حبوا ما تري يعني ها ما كان بيع كرو ولا هذا لكن ما لها قبوه كده بيع ولا جرب يرسل هذا ينو جيرين ده واحد لو يرسل السخان كي حيا ما واحد يري هذا ينجرين walla iska dirsada dabka oo kala lagu dirsana ka tani waa nooc aad ku kululaaday weeyaan waxan ay culimadu sheegayaan ka waramayaan at-tahir ghayr al-mutahhir nooc asadahaad waxa la yiraahdaa nooc daahira laakiin waxa ku daahiray faan ku nadiifayn oo waa qismaan walla ba qaybo al-awwal qaybta kooba huwa al-ma'u al-qalil wa biha yar al-musta'mar illa isti'malay fi fard dahaarati فرال دهارة يدو لوف ده يدو لوف دهارة قادم يو فرالها أما واحد أو إن ل لقى دهارة قادم واجب تيجي لقى دهارة قادم يو لا استعماله كالغسل صدا ما يدش أو كله يو الوضوء ويسيسي ها بيه مستعمر ولا استعماله يعني واحد وين بلد جاسي كجيران قف كي ويستعماله أما تشتري كجيران ولا استعماله مركب واحد وين يها باقي كاء يار إن ماشى معناه وحويًا إن قفكني أو قيبهان كاستعماري ده وحويًا إن وحي سجى كسو شو ما يينا أو ماشى كوك شو ماي ما قرنا سجى إنتي كسو ده أيسي ما كده هذا أيسي قيب كم يدي ماشى أي كجيتو نوع مستعمل كه سداسة
ويان مركو عن لقب ظهار قادم كريني سيدوك هذا ظاهر هذا اسمه بدلني وحيابه هذي الوشة ذي ما بدل من لكن وبيولا استعمالي مستعمل بما هذه هاسم قدم مستعمل ها وين يريه ها والدليل كونه طاهرا هنا الظاهر يوم حوت دليله ما رواه البخاري عن جابر رضي عن ابن عبد الله رضي الله عنهما قال وحري جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيه يعودني سو إصابه قنية وأنا مريض أنا نقعد بكا لا أعقل أن وحدك لجرنين ها فتوضا هو إذا استنبه وصب وكشوي من وضوئه من وضوئه من وضوئه ويسديسي عليا إن بو يقشر دي أو كو يسستي أو كو يسني كد أيه درنسا أيوه ويسدي بيها واستعماله مثلا كعنده دردر سنة أيوه واستعماله وصار استعماله أنت يلا ذكر هذا أيوه مارك تساس يقشر دي يوري ها النبي عليه الصلاة والسلام ده صحابه الله حلوك البدنية بيها أنا وكو يسستي أيوه كسو هورا يا ايو كل بدن يا نوي جيركودا مريل اسمرين هي وي كبره كيسن مال كسن ولا ما شو كغارو قاربا تيمير هايسته او هيسن جيري صحابه كار قاربا وشيسي قاربا مرديسي قاربا مارتي مالكو ان نكي جيركيس مال بعد وير جي دي يدي با كميدها او يري وان كان وانا دي هيشرت هيشرين هيشر النبي الله يا صحابتي يا بين ور ما كون من النبي صمات النبي يري هايو هيشرله وهو ما سيد الله هي اون بابا نكي مركي تبدا حكمته كسو برقته ليا ومر كل نبي ساس كه قاده ام بجركي سجك سلا وقبتي مركاس وها ويا جركي جركاغا استابت انو الهي فكبد باديه نارت حركا لا سعود حركا غرم مركاس ساس اصحابته نبي واحد كسو بيها وكويسي سنين مخيده وها سودن بركه اهان او غرادري بركه انو قف كي نول دي واسلاس ان رودو ميل كاين كولا غيرنو او بركه سو واه كي في حران لي ما سو شرك ما بقى لي شيكوين غاكا اي وها ويا ما شيكدو waxaan waan nabi iyo nool oo macsuuma oo baraka iyo wax walba isagu leh oo wax weeyaan khaas khususiyad iyo arimo u gaar ah nabi waxa uu salaatu salaam oo leh weeyaan marka qof aru khayra in oo nool waxa uu farq badan weydiisan kartaa oo ku duceyn kara waa muhiim ahay ee igu akhri waxa uu imari waxa soo noqonaya wax jira weeyaan inta nasab وايهن لا اعقل ما بقول ليه مركا صحابيا وحوي في حالتنا في حاله غيبوبه وكنت جريبه كوم هو جريبه صحابي من شده المرض حمومك واد درادرتي من وضوئها الماء الذي الماء الذي توضا به بها كويس استبا لا ولا ولو كان غير طاهر بها النبي كويس صحابينا الظاهر هان لهين لم يصبه عليه كما شويان بالنجاسه النبي كما شويان قف ما كان ظاهر ما لا ودا وهلكاس مقرا لكن وانا لو ظهاره قالك اديك النجاس كما اها او سداس اريت لو جيدها واسائل النجاسه هين لكن كما ويسن كرتيد كما انا مخو هاي ميره كرتيد ودليل كوني غير مطهر ما رواه مسلم وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل يعني لا يغتسل احدكم من فيكم الا في الماء الدائم بها ماشي فديه بها فديه اي راكب فديه وهو جنوب سو جنابله فقال واحد يا ابو هريره ابو هريره كيف يفعل سوى داس من قفكم قال وحده يتناوله تناولا وكدردرسن وكدردرسن انت بيها يرى ماشي فديه انت استحتاج ومربعه ديريين انه ديد وحي با ان بيها يكشمن مره بيها ظاهر هذا يري وانا بيها او كدردرسد او نارته دينح كره اين بيها كسو شميا يعني ماشي كو اين كشمن واي وحكم الوضوء في هذا حكم الغسل لان المعنى فيهما واحد وهو رفع الحدث وحكم الوضوء ويسيسق حكم كيس في هذا كان حكم الغسل وما يريد حكم كيس لان المعنى معناه فيهما لبدودبا واحد ومد كليه وهو رفع الحدث حدث با لبدوا لا اسكا كورييري حدث لا اسكا كورييري لا شيء وما حد كان نبينا وا لو ما يدو وجه وح واجب كنقدي قف كان كما يدي ما يرش واجب كو اهي marka biyahan hanbada ay ka haday qofka wax waajib ku noqday ka maydhay deen lagu ma dahaara qaadan karo qofka salaad u weysaysanayay weysa ku weysa qaatay biyaha yarna iyaguna waa ninkii waa kuwi lagu maydho karo un bay yihiin marka waa isticmaali maayo ku weysaysi iyo kuma yar shakala iyo waa isticmaali maayo laakiin haday biyahaas ugu duulaan ama ku dhacaan ama maarta ismariso deen jaas sala kala ma ah marka ma calaamadeeyay waxma dhahiraan
قيب كمدي ولا بقي وضع قيب كمدي واصلاس ها فقد أفاد وحفائدي الحديث حديثه أن الاغتسال ما يرشده في الماء بيها لغو ما يداي يخرجه إنه كساري عن ظهورية الظاهر المديسي وإلا لم ينهى عنه لم ينهى عنه هدون الظاهر لماذا كساري لهين ليس كمن نهيين ولا ما يداهدين بيهاس والمستعمل لما يداهدين وهو كان محمور وحلو حنباري على الماء القليل بيها ير لأدلة أخرى دليل لك لو أفر بضن درتي أهلمت المحلو معيني كيامون بيه ير يا هي بمركا أرنتنا إسلاس وقال يساوي لكن بيو هذا بدأ ينوح أو ما دم يان أو سجدة كوي سيستو سجدة كوي سيستو الثاني كان لبادي هو الماء وبيها الذي بيها سو خالطه شيء أو دهي أما أو قدر سمي شيء وح ومن الظاهرات وحياة الظاهر كا التي كواسو يستغني عنها الماء بيها ككاف تومي كران عادة سلع عادية أنا أبهن بيو يعني وحيابا أين بيه أباهنين أو كتر سما والتي تاسو لا يمكن أن سورة قلين فصلها إن بيها لغا صعاي عنه إساقا بعد المخالبة انت كتر سمين دبدود مركا وحا أن لغا صعي كرين أو كتر سمي أي بيه لدور سومي مركا فتغير أو دور سومي بيه لدور سومي فتغير الماء أما النوع عن وي دور سومي مركا بحيث مير لم يعد أنا دعي كرين يطلق إن لو إطلاق الله ما جعاب عليه سجى اسم الماء المطلق بيل أرنكر ومذا بكر يا مغايكرا أيها الذي تروا بحن كشاي سدى شاهوك ده شاه بالو درس وما شاه بالكري ولكن دم عصارة نوع عوي كذا أما النوع اللي لو درو كذا دو جرين تي هنا دين نوع عوا كوي كذا مرك هذا الشاه اللي يجيبه بيو على كسر لكن هو بيو وسوما سلك لكن ما جيبه كتري بيل الله ما جعاب أنا مور وحنا قد الشاه وال عرطسوس يو تمر هندي ده تمر هندي لا ده تمر هندي حلو يا قانا ما هو حلو ده أنا مرينا يا الله المستعان بحشمي حمرت حمرت ما جرب وحلا قسم يا بيو يي أنت بدل مصر مصر يمران وقاعد تجرو يمرح أنت دور كوسيدا من القرون كلام ويشواه ويدك وعبان وشرابه كان هذا النوع شراب على قسمه يا شراب لعبه ما كان شراب كاس مذهب كروي يا شيء والنوع مدو ودو أيو نقطة ما كاس وحياة عن كاس هذا جو حلقة ولا بيا دي لو قدر وحياة عن شراب كاني لا لا قو أو كله ويد الشراب ما يسي أي قادم يعني مرنا بما هانا يعني هديته بيا لما أورني ما كان نوع عاس إسبدلي ايه بدل مي حويا و وما وبيو دور صومي ولو ذكر اني مو حديته بيو كليا ان لو ما كان اما اذا كان المخالط وحن قدر سمع هدو يعني الظاهر ظاهرك موافقا للماء وحبيها وافق سن في صفاته سفوين كيسه من ضعم واللون والريح كما الورد سيدا بيها ماء الورد قال لها ماء الورد بيو سيدا بمارتي أباح أباح أوكل بيو مركي أباح أوكل هذي بيها أما بيه ماشي جوغة أباح تضغطي يوحاسو أي مدب كودي وح كب الدلان أما إذا كان المخالط وح قدر سنة هدوية الظاهر والظاهر موافقا للماء وح بيها وافق سن في صفاته سفوين كيسة من طعم حق الردنك واللون المذبك والريح أورطة كما الورد سيدا بيها أباح أوكل الذي كاسو فقد واي صفاته وصفوين كيسي فإنه يسو يعمد عند ذلك إلى التقدير بالمخالف الوسط وهو في الطعم في الطعم عصير الرمان وفي اللون عصير العنب وفي الرائحة اللذان فإن قدر تغيره بمخالطة ذلك صار الماء طاهرا غير مطهر وكونه غير مطهر لأنه أصبح لا يسمى ماء في هذه الحالة والشارع اشترى التطهر بالماء وايه وحلو قولي مركا اميكا بيه وحوكو وحيكو دور سومين وحيابو او انا المذبكي واحدة نبدلين مقارن وحلو قولي
سيدا وحويا أما إذا كان المخالد وحن قدر سماه دويها الظاهر والظاهر كي موافقا للماء وحبيها وافق في صفاته سفوي كيسة من ضعم واللون والريح سيدا ددن كي مدب كي يو حوها أرتيبة كماء الوردي سيدا بيها أبحا الذي كاسو فقد صفاته سفوي كيسي واي فإنه يسقو يعمد عند ذلك أرنتني كل كاري دعاء وحي وحي بقي ذا نوع عسى بيه كدر سمان يعمد وح لو قستي عند ذلك أرد يعني وقت قاد بديد إلى التقدير بالمخالف وحي أبوه خلاف سن بالمخالف الوسط وحن بيها نوع خلاف سن وحاتك وهو في الضعم عصير الرمان لنا عددنك سدا هذي رومانك أوكي أي نقدان وفي لوننا عصير العنب سدا عنبك بشراب كيسة وفي الرائحة حق أرتنا أي نقدان جيد لو يقان اللذان مالك جيد كاسول جيد دوي واحد لو استعماله فإن قدر هذا بقى وحيا لحني بيه أي قدر سمين فإن قدر هذي لك تخي هذي لك قدره فإن قدر هذي لك قدره تغيره إن بيه كدر صومين بمخالطة ذلك وحيابها ضمبئة لبت بدن لهين إن كدر صومين هدين لقدره صار الماء بيه وحي نقونا يا المركز ودردن كي مدب كي وحي اسبدلان وحيابها نشيك ناقي لدردن نقضان أما الله مدب نقضان أما أي لأور نقضان صار الماء بيه وحي نقونا يا ظاهرا كوا ظاهرا غير مطهر وحبال لكن أن لقود ظاهرا ظهارا قادا كريم وكونه غير مطهر وحكو ظاهرا شقا ذرا أنتو وحوي لأنه أصبح به واحد نقدين لا يسمى كوان لقوم عابك إن هديته ما أنبيه في هذه الحالة حالا وشارعه شرعهنا اشترط وصله شرط كدجي التظاهر بالماء بيها إن لقودها رقعته شرط أيو كدجي بيها لقودها رنقارن كران الماء المتنجس به نجاسوبي به نجاسوبي أما نوع النجاسة لأنه صرت حديث هروان صوشي إنك أهم حي بيها طاهر مطاهر ظاهر هو أنفتو لاستعمال كرام طاهر لكيرا ليرا كراهيستي أما أن ليرجع ليسمي إيو كوا نظيف لكن واحد لغو ظاهرا كريم واحد لغو ظاهرا كريم كيف لغو مركا قيبتني وبيها النجاس وريوي هو كوا المركز الماء وبيها الذي كواسو وقع عليك دعلي فيه السجى نجاسة نجاسة كدعلي وهو قسمان والله بقي بوت بما والله بقي بوت نوع الأول قليل يير وهو ما كان دون القلتين ووحي كير لبقى قلة دور لبقى قلة دور وبيع لا يفوسط منها كيلو جاري هذا ما مهم يضع لو قدر يو بنا عم نوعها لقدر ينا وانت دون ما انت اللي ترى هاني وحص وهذا الماء بيهاس ينجس بها يري يقولتين كي ينجس ويكون نجاسو بيان بمجرد وقوع النجاسة نجاسة وقود على وكليه هم بيكون نجاسو بيه نجاسة وقود على ولو كان قليلة النجاسة هبا يراتي ولم يتغير فيه شيء إننا نجاسة حتى وحبا كبدل من أوصافه صفويك بيه ليه بيه صفويك إليهين يعني حتى وحبا كبدل المربع الضي قدر كان أما حد كان الشيء جاي بيو كير يهين نجاس بين قرا يا حبيب النجاس يكون بعضه أو صافته أما صفوين كأي بيو ليه هنا ومحي كاللون مذبكي أو أما الريح والريح يو أرتي يو وضع من بدنك ما كان بيه هذي مذب كودي دور صوم أما أرتودي أما ها إن أما بدن كودي هذا دور صومان ما كان واحد نقول سادت بيو نجاس وبيبي نقول يا ولم يتغير فيه شيء من أوصافه ولو كان قليلة ولم يتغير ولو كان هبا يراته ولو كان هبا أهاته قليلة مدير ما قرنا إسا ونجاسة كنا عايز ماشي ولم يتغير فيه حتى يعني كبد دور صومن شيء شيء ومن أوصافه سفوين كيس بيه ويريه نجاسة كنا عدنا أحبه كما بدلنا حتى بدا بياشي سي أرتي وحاصر كان لكن مربع هذا بيير نجاس كنا عدنا وحبينا كنت رأيت كل رأيبين بيهاسي ونجاسوي قلتان كما كان لغلالي أما قدر كان حلوات أيكو قدرين بيها ير أيكو قدرين روحي انتا كير وبيه ير ومنجاسي كنت عدابا النجاسين سأيل هذين ومحي 500 ردل وشن بقول أو ردل بغدادين
هو رضي يعني رضي كي أما 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 باون كي استعمال جرين بغداد أما العراق لغاية استعمال جرين وقت في إسلام كا وتساوي واحد لسي من تهاليلي 192 كيلوغرام لببقل 102 بقل إيو لبي يستغاشن كيلوغرام أي لب قدقان تابع ليلي جرام و 857 جرام اوكي 192 كيلوغرام كيلوغرام هكا اللتر هذه واش لو بدلو اي واحد نقولها ساعه قريب تنضم اه شامبو ان سيديد 857 جرام سيديد بقول ايو تضوي كونتون اي لتر ترو فوست ما راح اسمي نقولها وبيو ادو انت هالك اجي كنت المامين هي انت هالك وميل جوغ هذين جاسي كدخدو هاي نقولها نجا وي نجاسو كا اولهاني طبعا اني قروي جن مغالو يكت فرنس كجوغ هولها سدي واحد بدن بك ما خسيان بي ميل جوغود كما يرتا دي مر مر يرو دنا سيبا مدبد جوغتي وحا مويان ادو باهتو اي دي ما هنا ان غار هاند دولك كانو كاري meelo badde baan badayo waxa wax uu iska hayo kulli wax badan oo uga baahantay ama tuushka oo iska socda laakiin waxa laga waramayaa oo islaamku ileen meel walba iyo xaalad walba iyo muxuu ah situation ka soo ka hadlaya marka meeshii baadiyaha ahay meeshii biyo ku yaraayay meeshii biyo yar oo meel joogo oo la isticmaalay waxyaabahaas weeyaan marka waxa dadka loo macneeyay ee laga waramay way yusaawi bil mukaab diraacan wa rubcan tuulan wa ardan wa umqan وحين حق حتى حساب هان ورلوي صنايعنا حتى بس ما انتهى بقوله يعني إن حصل ساس هوسة يو كوار حق دركة حق بلر كان سدوا كله حق ها دركة ساس هو بلر نساس هوسة هان نسدوا كله يعني حصل يو كوار بي دين حول بقوق ليه raqrooyin kiina de alaabaha xisaabaha iyo hawlahaas al xariifinta ku yahay dhawto iyo waan eegay doonaa waxa ay wax yihiin ama waa ila tiltilmaami doontiin insha Allah dhawto iyo Allahu musta'an marka bihi inta ka yar ayaa nijaasooyada culimadii ilaahdeen ee culimadii ilaahdeen rawal khamsatu waxay soo wariyeen rawal khamsatu shanta waxay soo wariyeen aan abdullah ibn umar radiyallahu anhuma قال وحيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ايام مقل وهو يسوؤ يسال ويديني عن الماء بيها بيها يكون نقني بالفلات بيها ماشي حدلها اسك جوغا او من الارض دولكا ميل عدلها اسك جوغا او دولكا كميدا وما ينوبه يو وحن سو وحاس وسو اروريا وما ينوبه وحا وسو اروريا او من السباع دواغا والدواب حيواناتك فقال وح يعني وح ويا بيا مالسك جوجا لشان يروبيا عيل يروبيا ملاس بيا وح يعني بيا مالسك جوجا أيها الجرب عليه أما قلبيا فقال مركا بياس مالش جوجا حيوانات يحولا يحول بكا عبا بل كورهم بالي نبي عليه الصلاة والسلام فقال مركا وحور النبي إذا كان الماء بيوها بيبا أيهين قلتين قدر هذه هذه راه شيغيني لا بدا جل حدودنا ولا لا بدا جل حدودنا ولا نجي نقول لك مركي معنينا يا بريد بدا شقي لا بدا جل حدود جل حد مراد وقراني سمين بار مرينا لا بدا جل حدود لم يحمل الخبث نجاس ما حبارا من نجاس وبان يعني طيب لا بدا جل حدود ديس لا غاري هي هو وي ما ما نقضان نجاس ما نقضان وفي لفظ ابي داود نوح او اها فانه يسوي لا ينجس من نجاسه من نجاسه بالفلات وحاجة وراء الصحراء لوكا ديزر لوكا اسكا عملا ونحوها ينوبه وحاجة وراء يرد يرد عليه وحاجة صار وروي السباعنا كل ما له ناب أو حكا استوء معدة يفترس به أو كو وبارصده ومن الحيوانات حيوانات تقاك حول عنك أوليا من غضاس يدو صار وروي ونوع حارانته لسكا أنا لعنك كل ما له ناب وحكا استوء معلة أو مخلب أما عدي أو كوغار صدر السلاحات هف وحلال هذا ما عرفت خطرتها
الدين تعالى يقول دون حرية بالاسة سواء كقب صدى واحد مركا الدين تين واحد حرمتي لبدا النوع واحد محدا أو قوار صدى له ودواق واحد هريب عمكا إيو إيو كوا عدية هودة واحد كقب صدى لبدا بإنا نلعوني كريم أي الله الشيء مركا. ومفهوم الحديث حديث كان ما حوال لقى فهم إياه أنه حديثه إذا كان أنه حالة واحدة ما شاء نقول حياه إذا كان الماء بيوم مركيهين أقل من وكير من قلتين اللي بقوا اللذات ينجس ونجاس ونجاسوبيا ولو لم يتغير يعني دور صوم به يعني بيه دور صوم به ودل على هذا المفهوم وحارنت فهم كنوع أنا وحق تصي ما رواه مسلم إمام مسلم وحوريه عن أبي هريرة رضي الله عنه يا أبو هريرة لجوريه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال إنه إذا استيقظ أحدكم يتكلم الكوب على رجوه هردك صوته من نومه هرددهسا فلا يغمس إنه نجلين يده قعنتيسا في الإناء والك أو كويس سنة ينجلين حتى يغسلها إلى أمره ثلاثا صدح شير إلى كفر حشو فإنه قفكو لا يدري مؤغا أين باتت يده قعنتيس ما شيء بريد حالي مؤغا إنه واحد جاس طابط إنه وحاصونا ما قرن المركة يونا بيها ير أو كويس سنة قعنت الجلين هدو قليو بيها ير ويكن جاسو بيان وايه فقدناها المستيقظة وكان هي مركة النبي قفكي كبر أرقي من نومي هرديسة عن الغمسي إنه قليو إن بيها قليو محلو قلنا هي ومحي خشية تلوث في يده كعنتيسو إنه يكو وسخوذي بالنجاسة النجاس غير المرئية أم الأركين أم أنا الموقنين ومعلوم وحا معلوم مركز أن النجاسة النجاسة غير المرئية إن الأركين لا تغير مبدشو الماء بيها ماذا بكودة مبدلشو تعالى أركينيني فلولا أنها تنجسه هدان النجاسينين بمجرد الملاقات لكولنك أو كليا إن كل نجاسين لم ينهى عن ذلك لما بنهيه مركا بيها دا يريه النجاسين لكولنتو وين نجاسو ويانوي مركا قعنت هذا نميل بريد لما يقال نئه قلت فرحلو فرحلو والثاني قيب طلبات بيها النجاسة هي ومحيوها والثاني قيب طلبات كثير ما في يفر بضن لكن والنجاسة وهو إساو ما كان ووحي هذا قلتين لبق قلدود أو أكثر قلتين أو أكثر قلتين كمركة واتي هذه الشيء إنه لبدا قلدود بيهين أما لبدا جرحود بيه قاري كرأيهين أما كسيب بضن وهذا الماء بيها لا ينجسكم النجاسوبي بمجرد وقوع النجاسة النجاسين يكون بعضي كلقة كل نجاسوبي ما يعني فيه الحديثة وإنما ينجس كل نجاسوبي إذا غيرت النجاسة النجاسة هذه يبدشو أحد أوصافه سفوين كي أو أي لهاي بيو متك من هذا يبدشو سفوين كي أثلاثة يصدح بقها بيو لهاي متك من هذا النجاسة يبدشو تاسع مكان النجاسة كل نقول يعني وما حصدح سفو اللون مذبكي بيها يا إسبدلي أو الطعم أما دردن كودي يا إسبدلي أو الريح أما أرتودي يا إسبدشي والدليله الإجماع دليل أرنت الوضع سكن ياي وإجماع علماء صاحب كل شيء بيو هذي بدن يهين لكن أي نجاس كل بعض أو بيها نجاس أي بدشو دردن كودي مذب كودي أرتودي متك مذا أي بدشو بيها سواء كحديثه لقمة طهارة قارن كار قال النووي إمام النووي حول في المجموع كتاب كيسة مجموعة كوري قال ابن المنذر وحولي أجمعوا علماء الوحي كل من أن الماء بيها القليل الآية أو الكثير أمبضني إذا وقعت ما في كدعه فيه يغى نجاسة نجاسة ما في كدعه وفغيرت أي بدشو ضعما ددنك أو لونا أما مذبك أو ريحا أما أرتا فهو النجس بيها سوى نجاس مركز بيها سوى نجاس مركا وحق الله ويولي أكبر سكي يدو الله سكسوط وضواحل وليه ما يصلح منها لتطهير اوكي وحي اصول بنكره ان لو ظهارقه نوعيه من الشيء وهذه المياه الاربع بيها افرطه ليست كلها دمام تود ما نكون كرته صالحه من اصوبته اما من نكون كرته للظهاره ان لو ظهارقه اي لرفع الحدث حدثك وما رشاء اما ويسيسئ لغم سمعين كرو لغم قادم كرو وإزالة الخبث أما النجاس إن ليس كسوليه كما علمت سيدة قاتي بل إنما الذي يصلح ككس أصوب ضعي منها كوا أنشيقني هو النوع الأول والنوع
كوبات وي والثاني يكلبات مع كراهة النوع الثاني يقول لا يرى كراهية أما لا يرى نعي نوع لبات في البدن يجرك الله معي في البدن يجرك الله معي. أما النوع الثالث نوع لبات فلا يصلح التطهر به لا سوء ظاهرة المركز ما مدعي كريس وإن كان ظاهرا ظاهرا بقى في ذاته ذات ديس الظاهرة وأهاده بحيث يصح استعماله ما لا يستخدع كرتو إلا استعماله في غير الطهارة ظهر قاد الشرع أنت كشرب عبتان وكري كون النجاس ما هو أحكو دعي إيوا بيه جو جوس أوكرا نقضي شاه أوكرا نقضي سكا ومقع كرا إيوا لبا لا استعمال لنا عبي لكن شاه وقبو بيوان ويسان كدقنا يا مايا كلا شاهي ما كوالتاس أما شراب دي هالكن معانا وبسكا عبيس أياد أرواب يسو بيوم ما هي ناس الكودي هذا علم وده دي هالكن يرون في كرايو وبيوم ما هي سوما ها دم حام يا ديدي يا ديدي علم يا ديدي دين تديدي ما قال مرقى واحد وي دين تمسكح ما هو مرقى قاركود صاب إلى تايوان صاب في عنو كلام ما نقطة موقتة قال ناس ها مرقى واحد لبولي نوع عص صدحات استعمال كلام والله استعمال ولا عبي كلام وهو لو كرسن كراحت أو دبي شاهي وكانوا شاهاني لو استعماله وغير ذلك أي وحي وكون وحلو كرسن كرا وحكم دبي وح نظيف وهو كلا يقول دعان لكن ظهر هذا شأن لو استعماله موي مركل لكن وهو لو كرسن كراحت أما النوع الرابع نوع أفراد فهو متنجس ويبن نجاسورين لا يصلح مركز مصوب بدن لشيء محبا بل وما استعماله كرا مرها دبي نجاسوريه نجاس بيان نجاسوب بيان نجاسوب هنا وقوي استبدلان مقع صفوين كي أي لهايين يصدح بقى هاي متك مديه استبدشو أما هذا يسود بدلان هذا كبسي كعبة كبسي درمة كبسي درمة بركة وحويان إن وحام ما أنتك شاكيني وحوي وموضوع عاسة بيهاشة بيهاس ولو قيب يأفق قيبه قيب تاوه الرئيس أولي وبيؤني وح بيان نمدي سي كسارة مجل وح بيان نمدي أهايين كسارة ومعك إن لو بحياي ماشا ما تهالو سادرتك وان نظيف وان لغو نظيف سني نوع إيه لبقى بيه عدد كل رئيسي ويقى اللي يرن عاي إن لغو مالكت لغو ضحارك آتو ولغو ما يدو أما لغو ويسي استلق نعاي إن عاف ما دهان درتي لغو نعاي نوع أكلي ونوع بيه يوي دور وحيا بيه دور صومي مكرم إيسان أما ده نوع إيه رأى يريد درتي oo nijaasa ay la kulantay taasina iyaguna waxa weyn waa nooc nijaasoobiye oo nooca yar haday baday nijaas ku dhacdo khalas ka weeyi ma garanaysa bihi mutanajiska ah mutanajisna sidoo waxa loo shardiyaa nooca inay door soomaan oo saaftiisa saddexda mid ka mid ah inay door soomaan ama ay wala door soomaan saddex wala waa dhadhanki iyo urti iyo muxuu ahaa ay midabkoodi ka waa inta aan maanta wax ka sheegaynaay ama aan xogga ku soo gabagabeynaynaay انتاس ويان عشر كلمة إن شاء الله الشناد روح عارك دونا نوع ذكر أو مركز عسيو دون أو هذي أما طهي ويرش إيو مسوي حمار موضوع كسابسا هذا بالله توفيق صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.